السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله هحل معاكم النهاردة نموذج كتاب المدرسة. هنحل النموذج الثاني هندسة. النموذج الثاني هندسة. السؤال الأول كان بيقول 2 جا 30 ظا 60 بتساوي كام؟ 2 جا 30 بنص، يبقى 2 في النص في ظا 60 بجذر 3، دول راحوا مع بعض. بما ان الناس ما بتكملش الفيديو، انا هسأل سؤال دلوقتي وعايز الناس تفكر فيه ويكتبوا لي الاجابه مختصره في تعليق. دوت سؤال تفكير يا شباب، مش جاي في النموذج، يعني عايز الناس تحله ويقولوا لي الحل هيكون ايه. اداني مثلث متساوي الاضلاع، ده مثلث متساوي الاضلاع، وقام عامل خط قسم القاعدة دي سماه واو دال، وهنا ألف ب. يبقى دلوقتي المثلث ألف ب واو مثلث متساوي الأضلاع. أوجد معادلة دال واو، عايز معادلة المستقيم دال واو. عايز الناس تفكر وتقول لي هتجيبه ازاي، مع العلم مش مديك ولا رقم ولا الشبكة بترقمها. النتيجة جذر 3. معادلة المستقيم المار بسالب 2 وسالب 3 ويوازي محور السينات. كان دوت حالة خاصة السؤال ده، كان لما يطلب مني معادلة مستقيم بتوازي محور السينات كنا بنقول ص بتساوي الرقم بتاعها، ص بتساوي الرقم بتاعها، ولما كان بيوازي محور الصادات س بتساوي الرقم بتاعها. أي ملحوظة أو أي فكرة أو يعني كل اللي في المنهج، أفكار المنهج كلها إن شاء الله في بس يوم الخميس هعرض لك فيه ملخص كامل، هنعمل لك ملخص كامل، هعمله لك كصورة ممكن تنزلها، تعمل سكرين شوت وتنزلها، وهشرح لك بالتفصيل كل الأجزاء اللي انت عاوزها، فياريت تكون موجود في البث ده يوم الخميس الساعة 9:30 مساء. وخلي بالك هو هيكون البث الوحيد، يعني مش هعمل بث تاني إلا ليلة الامتحان، بس بشرط إن يكون كذا محافظة متفقين على نفس الميعاد. إذا كان جتا س بتساوي جذر 3 على الاتنين، فإن جتا 2 س بتساوي كام؟ جتا س بجذر 3 على الاتنين يبقى س يا أستاذ ب 30 درجة. ليه؟ جتا كام اللي بجذر 3 على 2؟ جتا 30. طب افرض أنا مش عارف، تعمل شيفت كوزاين وتكتب الرقم ده هتطلع لك 30 درجة. يبقى هو عاوز جا 60. ليه؟ لأنه عايز 2 من السين. جا 60 بكام؟ بجذر 3 على الاتنين. السؤال اللي بعد كده، دائرة مركزها نقطة الأصل وطول نص قطرها 2 وحدة، فإن النقطة التي تنتمي إليها. إداني نق، قال إن النق دي بتساوي 2، وقام قايل كمان إن المركز بتاعها نقطة الأصل 0 و0. ايه النقطة التانية اللي تقوم مدياني نص القطر باتنين؟ قلت له سهلة، أنا هجرب النقاط اللي أنت قلت عليها، واحد وسالب 2، جبنا البعد طلع 1 تربيع زائد 2 تربيع، طلع بجذر 5، دي لأ. طب نجرب النقطة التانية، جذر اللي هي النقطة سالب 2 وجذر 5. طلعت بأربعة وخمسة جذر 9 3، برضو لأ. هنجرب النقطة جذر 3 و1، جذر 3 و1 هيبقى جذر، جذر 3 ناقص 0 تربيع ب3، 1 ناقص 0 تربيع ب1، جذر الأربعة 2، هي دي. يبقى النقطة الإجابة الصحيحة جذر 3. السؤال اللي بعد كده بيقول س ناقص 2 بتساوي 0 وس زائد 3 بتساوي 0، البعد بينهم كام؟ قلت له ده دي معناها السين ب2 ودي معناها السين بسالب 3.
رحنا رسمنا على الشبكة السين باتنين، دي رسمة كانت بتوازي محور الصادات جاي هنا كده وبتقطع عند الاتنين، ومن هنا وبتقطع عند السالب تلاتة، يبقى البعد بينهم كده في وحدتين وهنا في تلات وحدات، يبقى الإجابة كلها خمس وحدات طول. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان سالب تلاتة على اتنين وستة على كاف دول ميلة مستقيمين متوازيين، يعني معنى كده إن طولهم متساوي، هعمل وسطين في طرفين يبقى الكاف طلعت بسالب أربعة. السؤال التاني جتا ه ظا 30 بتساوي جتا تربيع 45، أوجد زاوية ه، عايزين قياس زاوية ه. قلنا له يبقى جتا ه يا أستاذ في ظا 30 بواحد على جذر 3، وللأسف الشديد جالي تعليق على حاجة زي دي، واحد بيقول للأسف يعني إيه اللي أنت بتعمله ده؟ اللي بتعمله غلط، ده الإجابة أصلا المفروض الظا 30 بجذر 3 على 3، وأنا بشرح الدرس ده في البداية خالص قلت إن الظا 30 هي هياها واحد على جذر 3 هي هياها جذر 3 على 3. ليه؟ لأن واحد على جذر 3 لما أضربها في جذر 3 فوق على جذر 3 تحت، لأن المفروض ما سيبش جذر 3 تحت، تطلع جذر 3 على 3 بتساوي جتا 45 دي بواحد على جذر 2، أس 2 لما أس 2 يجي هنا يبقى كله عليه أس 2، جتا ه في واحد على جذر 3 بتساوي نص، وسطين في طرفين يبقى جتا ه بتساوي جذر 3 على الاتنين. جتا كام اللي بجذر 3 على 2؟ مش عارف، لو انت مش عارف اكتب على الحاسبة شيفت كوزاين واكتب الرقم، وانت كيساوي هتطلع لك بتساوي 30 درجة، يبقى قياس زاوية ه بتساوي 30 درجة. السؤال الثاني رقم ب، بين نوع المثلث، اداني الالف قال ان هي بتلاتة وتلاتة، واداني الباء قال ان هي بواحد وخمسة، واداني الجيم قال بواحد وتلاتة، بين نوع المثلث من حيث اضلاعه، يعني عايز يشوفه بالنسبة لأضلاعه هيكون إيه. قلنا إن إحنا بنجيب طول الألف ب بيساوي جذر فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع، ثلاثة ناقص واحد اتنين تربيع بأربعة، خمسة ناقص ثلاثة اتنين تربيع بأربعة، جذر تمانية وحدة طول. يا أستاذ ده باتنين جذر اتنين، ماشي، ب ج بتساوي جذر واحد ناقص واحد أس اتنين زائد خمسة ناقص تلاتة أس اتنين، طلعت بتساوي جذر الأربعة بتساوي اتنين وحدة طول. هنجيب الألف ج، تلاتة ناقص واحد أس اتنين زائد تلاتة ناقص تلاتة أس اتنين، طلعت بجذر أربعة بتساوي. نكتب سؤال تاني للتفكير الناس تفكر فيه، السؤال ده برضه مش موجود في المذكرة، ده للتفكير. أوجد معادلة المستقيم المار بسين وسين ناقص ثلاثة. هنحل المسألة دي إزاي؟ إداني نقطة واحدة فقط اسمها سين وسين ناقص ثلاثة، عاوز معادلة المستقيم المار بيها، اتنين وحدة طول. إذا المثلث متساوي مستقيم. السؤال الثالث بيقول أوجد معادلة المستقيم المار بواحد وثلاثة وسالب واحد وسالب ثلاثة، ثم اثبت، هنا عاوز المعادلة ونثبت إن هو يمر بالأصل. عايز نعمل المعادلة إيه؟
واثبت ان هو بيمر بالاصل كمان. قلنا له هنجيب الميل فرق الصادات على فرق السينات، يبقى بتساوي 6 على 2 بتساوي 3. نكتب القانون، صاد بتساوي الميل سين زائد الميل. الميل اللي جبته بقت صاد بتساوي الميل ب3 سين زائد جيم. بيمر بالنقطة 1 و3، يبقى الصادات مكانها 3 والسينات مكانها 1، يبقى الجيم طلعت ب0، يبقى معادلة المستقيم صاد بتساوي 3 سين. بوضع سين تساوي. سؤال للتفكير، اداني متوازي أضلاع سمى هنا ألف ب ج د ه، وقال إن مساحته بتساوي 96 سنتيمتر مربع، وإن ارتفاعه بيساوي 8 سنتي، و ج ه إلى ه ب بتساوي 1 إلى 3. أوجد قيمة جتا جيم تساوي 0، يبقى الصاد طلعت ب0، يبقى هو كده مر بالنقطة 0 و0 اللي هي نقطة الأصل. كان بيقول اثبت إنه بيمر بنقطة الأصل، قمت معوض بال0 طلعت النتيجة 0. السؤال الثالث بقى، إذا كانت النقطة 3 و1 في منتصف البعد بين 1 و ص و س و 3، أوجد س و ص. كنا بنرسم خط كده ونقول إن البداية 1 و ص وإن النهاية س و 3 وإن المركز 3 و1 والنص بيساوي مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. هناخد خانة السين نسويها بخانة السين، يبقى السين طلعت بتساوي 5، وخانة الصاد صاد زائد 3 بتساوي 2 لما عملنا وسطين في طرفين، يبقى الصاد طلعت بسالب 1، بقت النقطة 5 وسالب 1. السؤال الرابع، أوجد معادلة المستقيم الذي يقطع مع محوري الإحداثي السيني والصادي جزئين موجبين طولاهما 1 و4، قطع محور السينات في 1 وقطع محور الصادات في 4 الموجب. قلت له بقت النقطة دي 1 و0 والنقطة دي 0 و4، يبقى الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، طلع ب4 على سالب 1 فيها السالب 4، بقت الصاد بتساوي الميل س زائد ج. طب الج معاك اصلا مش ده قطع محور الصادات في 4، بقت الصاد بتساوي الميل س ناقص 4. ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، ألف ج بيساوي 10، ب ج بيساوي 8. اثبت أن ج تربيع ألف زائد 1 بتساوي 2 ج تربيع ج زائد ج تربيع ألف. هناخد الطرف الأيمن، جبنا ده من فيثاغورس ب6 بيساوي جاء أس 2 ألف، جاء ألف ب6 على 10 تربيع زائد 1، 36 على 100 زائد 100 على 100 طلعت 136 على 100. الواحد ده هو يا شباب اعتبرته إن هو ب 100 على 100، ليه؟ عشان لما ربعت ده طلع 36 على 100. طيب الطرف الأيسر،
اتنين في جتا تربيع ج، جتا ج بستة على عشرة، تربيع بستة وتلاتين على مية، زائد جتا تربيع ألف، جتا ألف بأربعة وستين على مية. الاتنين في ستة وتلاتين دي عبارة ستة وتلاتين على مية زائد ستة. سؤال إبداعي، معايا ألف ب ج د مربع، ألف بتساوي اتنين وتلاتة، ب بتساوي تلاتة واتنين، ج أوجد معادلة ب د. سؤال برضو للناس تفكر فيه، كل الأسئلة اللي سايبها لك تفكر فيها ديت أجاوبها لك إن شاء الله في البث بتاع يوم الخميس. 30 على 100 زائد 64 على 100 طلعت 36 على 100 زائد 100 على 100 طلعت بتساوي 136 على 100. إذن الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر. السؤال الخامس، اثبت أن المستقيم المر بالنقاط سالب 1 ب 3 و2 و4 يوازي المستقيم 3 ص ناقص س ناقص 1 بتساوي 0. جبنا الميل الأول، فرق الصادات على فرق السينات يبقى بتساوي 1 على 3. جبنا الميل الثاني، سالب معامل س على معامل ص طلع ب 1 على 3. بما إن الميل الأول بيساوي الميل الثاني، إذا المستقيم الأول يوازي المستقيم الثاني. ألف ب ج د شبه منحرف، قائم الزاوية في ب، ألف ب بتلاتة، ب ج بستة، ألف د باتنين. أوجد طول الدال ج وعاوز قيمة جتا ب ج د. نزلنا من هنا عمود، مفيش عندي نسبة وتناسب كده في الرسم، دي باتنين دي بأربعة دي بتلاتة. هو عاوز طول الدال ج، هننزل عمود نفرض إن دي ه، نرسم دال ه عمودي على ال ب ج، ده العمود. دال ج أس اتنين هتساوي ستة. آخر سؤال إبداع للناس تفكر فيه، جا بيقول المستقيم ده بيوازي المستقيم ده، دي بأربعة، المثلث ده متساوي الساقين، معادلة المستقيم ده ص بتساوي أ س زائد ج. أوجد أ و ج، هنا محور الصادات هنا عليه أربعة وعاوزين الألف والجيم. المثلث ده متساوي الساقين، المستقيمين دول متوازيين، 12 زائد 9 25، يبقى الدال ج بتساوي 5. عاوز جتا ب ج د، جتا ب ج د يبقى بتساوي مجاور على وضع 4 على 5.